أنير، وأنير اللي هو عنده ثلاثة ديال الدلالات، اللغة العربية الأمازيغية وتدارجة، لأنه ملي تنقول أنير أنيرو طريق أو تنور طريق ديال واحد الطفل، وعنده ثلاثة دلالة باللغة الأمازيغية. وفي هذا الإطار فكان مقاربة مندمجة للمؤسسة الذاكرة في التعليم الأولي هو اللي تنشتغلوا فيه دابا بالعالم القروي بشراكة مع إقليم ديال العرائش أو عمل إقليم ديال العرائش. والشق الثاني فهناك برنامج جد مهم اللي تتعلق بالتربية الوالدية، ومن خلالها تركزوا على الاشتغال على الطفولة المبكرة، وخاصة من خلال ثلاثة ديال الفاعلين الأساسيين. هذا الاشتغال هو مع الأمهات من خلال مجموعة حصص تحسيسية اللي تتعلق بصحة الأم والطفل أو التغذية المتوازنة أو مواضيع أخرى اللي تتطرح بالطفولة المبكرة. العنصر الثاني تنشر مع إطار برنامج التربية الوالدية، تذكر بأنه تم الصياغة ديالو مع مؤتمر اليونيسيف وتم المصادقة عليه بوزارة التربية الوطنية. العنصر الثاني تخدم كذلك مع الآباء للإشراك ديالهم هذا التحسيس، وكذلك باش انهم يتمرنوا على الوعي ديالهم بالاهميه ديال انه يواكبوا الامهات في التربيه او في النمو ديالهم والتربيه ديالهم. والعنصر الثالث تنخدموا عليه لاحظ الطوار، هو الساكنه المحليه بمختلف المكونات ديالها، سواء بالساكنه ديال الطوار يعني باقي الاسر اللي في الشارع استعدوا شويه ديالهم التعليم الاولي تهم علميه من خلال مجموعه حصص كذلك، وكذلك جميع الفاعلين سواء كانت جمعية أو أي فاعل آخر فهو يدرك مجموعة الحصص، وبالتالي من خلال هذه المقاربة تتم الإحاطة أو أنه الصلب ديال هذا البرنامج التحسيسي فهو الطفل اللي تكون على داخل التعليم الأولي، تكون مراقب من خلال الأم ديالو أو المعبة من طرف الأم من طرف الأب ومن طرف الساكنة الصغار، بحيث كما في التدخلات السابقة فهناك المحيط ديالو أو المجتمع الصغير اللي تهو تيتكلم بهذاك الطريق، سواء داخل الأسرة داخل الفترة ديال التعليم الأولي أو في المجتمع، يعني أنه في الطوار ديالو أو في العين أو في أي مكان. وفي إطار التجربة ديال مؤسسة الذاكرة فحنا ننطلق ليها المجموعة الواحدة الاجتماعية اللي عملها، وخاصة السيد العاملي مشروع جميع الإخوة ديال المصلحة ديال الأعمال الاجتماعية، والذي تنتظرنا تصدر مؤسسة الذاكرة ثلاثة ديال الهيئات الأساسية. فمتلها قيمة ولكن هناك كاين لهذه التعليم، حيث أن الهدف ديالنا إن شاء الله على مستوى إقليم العرائش هو أن نوصلوا لجميع الجامعات إن شاء الله القروية، وكل طفل قروي مغربي وصل سن يستفاد من التعليم الأولي يبلغها العقل. الهدف الثاني أو التحدي الثاني الذي طال مكان إن شاء الله نشتغل عليه ماشي نوصل ليه نعم، ولكن نوصل ليه ويكون عنده التزم بكل مؤشرات الجودة، بحيث أنه أي طفل يتلقى أكثر من حقه وواجب علينا نضبطه وكفاعلين وكشركاء باش نعطيو عرض اللي تتوفر فيه مؤشرات ديال الجودة. وطفل اليوم فهو جيل جودة، والاستثمار راه مجموعة المؤشرات اللي تم التطرق لها كما تنقولوا غالية عن كل تعليق. هذا الرهان الثاني ديال الجودة. الرهان الثالث اللي ما قصدناش أنه نسرو فرصة باش أنهم تقسموا كاملين، هو الرهان ديال الاستدامة، بحيث أنه على المستوى الوطني هناك اتفاقية شراكة على مدى 5 سنوات، على المستوى الإقليمي اتفاقية على مدى سنتين، والسنة المقبلة إن شاء الله كاين وحدات جديدة، ولكن هذا الحدث فالانتظار ديالنا هو الاستدامة ديالهم، يعني خصنا أننا نضمنوا الإقليمي في هذه الزمنية، وبالتالي خصنا نضعفوا كل جهود باش نلقاو واحد النموذج، واحد الموديل ديال الاستدامة اللي توافقوا عليه كامل، واللي ممكن أنه يخول لينا نضمنوا الاستدامة لهذا البرنامج، حيث حنا ما يمكنش لينا نلقاو شي عذر أو أنه يمكن لينا أنه ما نستغربوش، لأن كاين أطفال غالية منتظرة إن شاء الله باش نقدموا ليها هذا العقد هذه كامل اللي تكون فيها جودة، قلناه